السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا الاقتصادية من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، تقدمها على حضراتكم عايشة العلي. ونبدأ بأبرز العناوين. إصدار التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر أبريل عام 2020. الإمارات تعلن تدشين أكبر مجمع متكامل لخدمة الشاحنات في المنطقة. ومبيعات السيارات في الصين ترتفع وتعزز الآمال في حدوث انتعاش أكبر. أهلا بكم من جديد. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر أبريل لعام 2020، شمل بيانات عن الواردات والصادرات وإعادة التصدير. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض التفاصيل. دشن بنك ستاندرز تشارترد برنامجه العالمي تحت اسم المرأة والتكنولوجيا، وذلك بهدف دعم رائدات الأعمال والشركات الجديدة التي تقودها نساء مملكة البحرين. ويهدف البرنامج الجديد إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرائدات الأعمال في البحرين عن طريق مشاريع ريادة الأعمال المتمحورة نحو الإبداع أو التكنولوجيا. وقال الرئيس التنفيذي للبنك عبد الله عبد الرزاق بخوة إن إطلاق برنامج المرأة والتكنولوجيا يعتبر مهما بشكل خاص في هذا الوقت، نظرا إلى الوضع والوباء العالمي، حيث تتاح للنساء الفرصة للظهور والإبداع في مشاريعهن الرقمية في وقت تشتد فيه الحاجة إليها. أعلنت مجموعة الخليج للتأمين GIG شراكتها الاستراتيجية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF لدعم إصدار كتاب في التأمين الإسلامي التكافل. وبهدف تعزيز نمو قطاع التكافل في البحرين، سيكون الكتاب بمثابة مرجع شامل للتكافل وعملياته تحت عنوان التكافل الجوانب الفنية والتشغيلية، وسيشكل مصدرا لمواد تعليمية قيمة ومعلومات حول مختلف التقنيات والجوانب التشغيلية لمعاملات التكافل في المنطقة. أعلن بنك ABC وشركتاه التابعتان بنك إيلا وشركة الخدمات المالية العربية أنه دخل في شراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية كشريك مؤسس. ويؤكد هذا التحالف الاستراتيجي الالتزام المتواصل لبنك ABC وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية للقيام بدور حيوي ورئيسي في عملية تطوير قطاع الخدمات التقنية المالية في مملكة البحرين، ودفع جهود التحول نحو اقتصاد رقمي خال من المال النقدي. وننتقل الآن إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1269 نقطة بانخفاض بسيط جدا، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الخدمات. وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,685,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 492,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 79 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما مشاهدينا بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فقد أغلقت معظمها في المنطقة الخضراء، حيث كانت أبرز الرابحين سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أقفلت على تقدم بنسبة 3 نقاط مئوية تقريباً. أطلقت حكومة الشارقة آلية لدعم السيولة بقيمة 4 مليارات دولار أو درهم لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتعتبر هذه الصكوك أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في الإمارات العربية المتحدة، حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة A2 من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز، والتي يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة من ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة. أعلنت مدينة خليفة الصناعية تدشين أكبر مجمع متكامل لخدمة الشحنات في المنطقة بهدف تعزيز الخدمات المتاحة للمتعاملين. ويمتد المجمع على مساحة 87,000 متر مربع، حيث من المقرر إتمام المرحلة الثالثة من المستودعات التخزينية مسبقة الصنع في صيف عام 2020، والتي تمتد على مساحة 45 مترا مربعا في مجمع الخدمات اللوجستية بالمدينة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. البيتكوين تكسر حاجز 10,000 دولار لأول مرة في غضون شهر. أطلق اتحاد يمثل العاملين في الخطوط الجوية البريطانية حملة غاضبة لتسليط الضوء على ما يطلق عليه خيانة الشركة لهم من خلال اعتزامها تسريح الموظفين وإعادة توظيفهم بأقل من نصف رواتبهم. ويسعى الاتحاد إلى الحصول على تأكيدات من شركة الطيران بأن المفاوضات بشأن تخفيضات الرواتب الرامية لمساعدة شركة الطيران خلال هذه الأزمة ستكون إجراءات مؤقتة حتى عودة الشركة إلى الأرباح مجددا. قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين إن مبيعات السيارات في الصين سترتفع بنسبة 11.7% على أساس سنوي في مايو بحسب التقديرات، مما يعزز الآمال في حدوث انتعاش في أكبر سوق للسيارات في العالم، مع أول زيادة للمبيعات في شهرين متتاليين منذ عامين تقريبا. ويتوقع الاتحاد انخفاض مبيعات السيارات في الصين في الفترة ما بين يناير ومايو إلى 7,900,000 وحدة. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
كسرت البيتكوين حاجز 10,000 دولار لأول مرة في غضون شهر خلال آخر التعاملات، لتقود مكاسب بنحو 15 مليار دولار في سوق الأصول المشفرة. ويأتي أداء السوق الرقمي بالتزامن مع تقلبات في الأسواق المالية العالمية على خلفية إعادة الفتح التدريجي لعدد من الاقتصادات الكبرى بعد عمليات إغلاق كبيرة جراء تفشي فيروس كورونا.